فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تغيب إمام المسجد فتقدم أحد الحضور وقرأ بالفاتحة فقال: الحمد لله رب العالمين بكسر اللام، هل تصح الصلاة؟ لا، هذا يحيل المعنى، هذا لحن يحيل المعنى ولا تصح الصلاة به. نعم. ويقول حفظك الله: هل يجب علينا نحن إعادة الصلاة؟ نعم، لابد. نعم، لأن هذا غير المعنى، يعني يكون رب العالمين فقط والجهال ما هو برب لهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.